مطلوبه قوي وفلوسها بتبقى اكتر، اللي هو الشركات والحاجات اللي موجوده في السوق الحالي، اللي هو تبقى الشركات كلها عايزه ناس تشتغل عندها في الصيف. طب وقت الشتاء الدنيا بتهدى قوي في المجال ده، لانك داخل على مهنه موسميه، لازم تبقى عارف من دلوقتي المهنه دي موسميه. شغل الشتاء بيبقى الشركات، الشركات والفنادق، انه شركه زينا بيبقى الدنيا شتاء، بس التكييف ده ما ينفعش نعمل من غيره، لان لا بنفتح شباك ولا كل الشركات بتشغل تكييفات شتاء وصيف. الفنادق نفس الكلام، انا رايح في فندق احجز اوضه، احنا في عز الشتاء بشغله سخن، بشغل التكييف سخن. احنا متعاقدين مع الشركات دي ان احنا الفنيين اللي بيطلعوا من عندنا نوديهم يشتغلوا. لما بتبقى براتب ثابت، الراتب بتاعك بيكون 4000 جنيه 5000 جنيه 3500 6000 على حسب انت هتقدر تديهم ايه. اللي بيحدد الراتب هم مش احنا، على حسب مستواك. انا اتعلمت كورس ممتاز جدا، رحت هناك قالوا لي لا احنا عايزينك مشرف، مرتبك ممكن يطلع 6000 جنيه. طب انا رايح لسه ايدي مهزوزه، انا بعرف بس لسه مقلق كده، لسه مش متمكن من نفسي قوي. الخبره يا جماعه بتفرق، الخبره بتفرق. هتلاقي يقول لك مرتبك 4000 جنيه زي الشباب اللي خلصوا ونزلوا وهم مبسوطين منهم جدا وبيكلمونا، لان احنا اللي دايما بقول للخريج عندي ما تبصش للفلوس في اول سنه. بالظبط، اول سنه دي اعتبر انك لسه بتتعلم، زي ما قلت لك انت داخل مجال كبير مش مجال صغير، اوعى تفكر انك في الشهر ده هتلم الدنيا كلها، لا انا هحطك على اول الطريق، اللي بعدها بمكالمه تليفون معايا لو انت رحت الجهاز وما عرفتش تصلحه، بمكالمه تليفون وانت معايا هخليك تصلحه ان شاء الله باذن الله. بالمعلومات اللي انا اديتها لك هقدر اساعدك على التليفون ان انت تصلح الجهاز ده، لكن لما يبقى معاك خبره سنه لا انت هتفرق ومرتبك هيفرق. بالظبط، هتفرق من مكان لمكان. اصلا انا عندي سابقه اعمال، اشتغلت في شركه كذا، قعدت فيها ست شهور، قعدت فيها سنه، فانا عندي خبره في المجال، انا هعرف افيدكم ازاي، هعرف اعمل لكم صيانه واكون مسؤول عن صيانه المبنى ده كله، اي حاجه عطلت انا هعملها وانا على التليفون، عارف انا هعمل ايه كويس، لان خلاص خدت خبره قديمه في المجال. ربنا كرمك وفتحت مركز خاص بيك، خلاص انا مش هشتغل عند حد، انا هاجي في مكان في محل الايجار واعمل انا صيانه للتكريم والتكييف، اي حد عنده حاجه يجيبها يتصل عليا اجيب ناس اشغلهم. انت بتبدا تتدرج في المجال لان المجال كبير ومطلوب. حتى اشتغل بيع وشراء، واحد عايز يركب تكييف في بيته لسه جديد خالص، انا بكون متواصل مع الشركات واخد منهم توكيل عشان اخد بسعر غير سعر الزبون. ابدا انا الوسيط اللي بين الشركه الام زي شركه مثلا يونيون اير زي شركه شارب، الشركات دي لما بيعرفوا ان انت فني بيطلعوا لك بسعر اقل عن السوق، بس هو بيبقى عالم على التلفزيون مثلا تكييف زي ده ب 6000 جنيه ما بيدوش ليك انت ب 6000، بيقول لك انت انك فني بتاخد منه كتير سعر طبيعي، اسمه سعر طبيعي، اسمه سعر طبيعي. تبدا تدخل في المجال ده وتتدرب فيه، تعلى كل يوم مش زي ده. خلاص انا دخلت على مهنه مطلوبه في السوق. ده بالنسبه لفكره التشغيل اللي احنا بنقوم بيها.